السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كوكين وتسيهام. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وأحوال طيبة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مغربة كاوكاو تجي رائعة ناجحة 100%، مكونات بسيطة وطريقة سهلة سهلة جدا. خليكم مع الفيديو حتى الأخير، تنشرح فيه طريقة نجاح الغريبة وطريقة نجاح التشقاق ديالها. بالنسبة للفيديو نتمنى انكم تجربوا، لي جربت الوصفه تكتب لي في التعليق، وما تنساوش اللي عجبو الفيديو يعمل لي لايك واشتراك وبارطاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. وشكرا لكم، ونخليكم مع المكونات ديال غريبه وما تزبطوش. بالنسبة للمكونات، عندي 500 غرام ديال الكاوكاو، من بعد ما حمرته في الفران وطحنته على هذا الشكل بالقشور ديالو. عندي 4 البيضات، نقدروا نحتاجوا غير 3. من بعد غادي نقول لكم شحال خدا ليا الخليط. عندي 2 معالق كبارين ديال الكاكاو، 2 معالق ديال الزبدة، وعندي 2 معالق ديال المربى المشمش، وكاس ديال السكر سنيده، وخماره ديال الحلوه ب 15 غرام. هنا غادي نبداو بالنواشف. غادي نوضع الكاكاو كما قلت 2 معالق كبار، نوضع سكر سنيده، نوضع 2 معالق ديال المربى، هذا باش يخليها تجي معلكه تعليكه ديال الغريبات الكاوكاو. وما ننساوش قبيصه ديال الملح ضروري، ونضعوا الزبده. دابا غادي نخلطوا جميع المكونات، النواشف خلطوه مزيان. ومن بعد عاد نمر باش نضيف البيض. بالنسبه للبيض ضيفوا بيضه بيضه على حسب الخليط. الا كان البيض كبير غتحتاجوا غير 3 البيضات، الا كان الحجم ديال البيض صغير غتحتاجوا 4 البيضات. المهم حنا غادي نستمروا على هذه الطريقه. نضيف الان البيض. نضيف ما تلاحظوا انا هرست 2 بيضات. بغيتو تضيفوا ليها كاوكاو، عفوا الكوك، ممكن تجي غزالة بمذاق الكوك هاد الغريبة. هنا كيف ما تلاحظوا غادي نزيد البيضه الثالثه، 3 البيضات. هنا غادي نضيف النشا.
هكا انا غادي نكتفي بثلاثة البيضات، الله يجعل البركة. جمعوا لي الخليط ديالي كما تلاحظوا. هانتوما كيف ما تلاحظوا خاصها تجي على هذا القوام هذا، كيف ما تلاحظوا ما تجيش ناشفه وما تجيش جاريه بزاف. نتمنى ان الصوره تكون واضحه. هنا البنات من بعد ما خليت الخليط واحد شويه 5 دقائق هكاك حتى تشرب، غادي عندي هنايا نحتاج الماء زهر وعندي سكر غلاس للتزيين. المره الان ندير شويه في الدين هكا. كوره لوحتنا بالنسبه للقياس بتديرهم صغار بتديرهم كبار على حسابكم، هي غريبه من الاحسن تكون شي شويه وافيه. خاص القوام ديال الخليط ديالنا ما يكونش قاصح كما تلاحظوا هانتوما، ما يكونش قاصح باش تجينا معلكه من الداخل ما تجيناش ناشفه. من بعد غادي ندردرها هنا. تنهزو كمية لا بأس بها من السكر الثقيل يجينا المنظر ديالها زوين. نستمر على هاد الطريقة وستلاحظو ارجع نكمل معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي شعلت الفران الفوق والتحت، غادي ندخل الحلوه ديالي، غادي نحط اللاطا الوسط. يعني انا بالنسبه للفران اللي عندي فران كهربائي تنشعل الفوق والتحت، ملي تتشعلي الفوق باش تشقق الغريبه ديالك على هذا الشكل كيف ما تلاحظوا. انا راح حاولت نشوف نصور لكم منين دخلتها ومنين تشقات تجي على هذا الشكل. تنخليها في بلاصتها ما تنطلعها ما تنهبطها، تتشد اللون وتنخرجها. ما تخرجوها ما تنحاولوش نقيسوا هذيك الساعه، نخليوها حتى تبرد ومن بعد تنمروا باش نقدموها في طبق التقديم. بالنسبه لهذه الحلوه هذه اللي عنده فران الغاز من الاحسن يدير يشعل يديرها لتحت حتى تشقق وعاد يطلعها الفوق باش تحمر من تحت. وبالصحة والراحة.